حبايبي جريب 2، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف كده أول دروسنا في الجبرا في الستير 2024، يا ترى هناخد إيه جديد؟ أول حاجة أنا مش عايزك تدخل على الدروس الجديدة غير لما تبص معايا على الريفيجن اللي هنعمله في الألجبرا. طب أنت عايز تقول لي إيه بقى النهاردة في الألجبرا؟ عندي حاجة اسمها الكاونتنج نمبر. إيه ده؟ يا مستر ده أنا واخدها الكاونتنج نمبر دي واخدها زمان. تعال افكرك بالكاونتنج نمبر، يا ترى انت فاكر ولا نسيت؟ حد فاكر الكاونتنج نمبر؟ 1 2 3 4. شكرا. ليه؟ اصل انا دلوقتي هعمل ريفيجن على كل سيتس بسرعه عشان ناخد الجديده. طيب يا مستر، يبقى الكاونتنج اللي هي كابيتال ليتر سي خلاص هي 1 2 3. طب ايه كمان؟ بعد كده كبرنا في جريد 5 خدنا الناتشرال نمبر ان. ايه الفرق بين الكاونتنج والان؟ زادت حاجه زيرو، زيرو 1 2 اند سو اون. طيب كبرنا شويه بدانا نقول هو انا ممكن اعمل ريليتد بتوين، علاقه ما بين الكاونتنج والناتشرال. احنا قلنا دي ناقصها يا عيني الزيرو، يعني يا مستر يعني الناتشرال اقدر اقول بقت السي يونيون الان، يونيون الزيرو. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ايه الجديد تاني. ظهرت بعد كده خدناها في جريد 6 الانتجر نمبر زد. فرقت في ايه؟ ان ظهرت لي اليمنت جديده بالنيجاتيف، فبيبقى عندي نيجاتيف وعندي بوزيتيف والزيرو نايذر نور، لا موجود مع ده ولا موجود مع ده، doesn't belong لزد بوزيتيف، doesn't belong لزد نيجاتيف. والانتجر دي بقت يونيون اوف 3 سيتس. الكلام ده احنا هنحتاجه تاني السنه دي؟ ايوه، بس هنغير الانتجر بالست اللي احنا عايزين نوصل لها ان شاء الله. طيب انت عايز دلوقتي تقول ايه؟ بص بقى معايا، مين البوزيتيف؟ حد فاكر؟ فروم 1. الله عليك، فروم 1، برافو عليك. طب لو قلت فروم 1 ما يفكركش بحاجه لسه قايلينها؟ كاونتنج. الله، حلو خالص. طيب تعال بقى نشوف حاجه تاني، مين النيجاتيف انتجر؟ نيجاتيف 1. ما انا لو قلت نيجاتيف 1 وسكت يبقى نيجاتيف 1 اند سو اون، يبقى انا ادي الاليمنت بتاعتها. طيب تعالى كده نشوف مع بعض حاجة تانية. الراجل ده بيسألني زيرو والسي، السي دي معناها دونيتد تو الكاونتنج، طب أنت عايز إيه؟ يلا تشوز. حد فاكر السيمبل ده؟ السيمبل ده يشتغل معانا في بريب 2؟ أيوه، مش جاي بهزر أنا. بيلونج. الله ينور عليك. نوت بيلونج دازنت بيلونج. سبست. حلو خالص. يا ترى يا زيرو اختار لك ايه؟ انا هفكرك يا مستر في فرق ان انا اكتب الزيرو بالشكل ده او انا اكتبه بالشكل ده. لما اعمل له الكيرلي بريسز انت بقيت ست، من غير الكيرلي بريسز انت اليمنت. لما يبقى اليمنت يبقى انت بتختار بلونج اور نوت بلونج. لما يبقى معاه الكيرلي بريسز يبقى سبست اور نوت سبست. يلا بينا بقى هنختار ايه؟ ها؟ فعلا نوت بيلونج. ايه ده، فين الاجابه؟ ما علينا. طب يلا، هنا سي وهنا ان، هنا سي وهنا ان. السي دي عباره عن ايه؟ حلو، انا مش قصدي كده. السي دي معناها ست، والان حلو خالص. يبقى انت لو بتقول لي تشوز، هل هلعب مع بلونج ونوت بلونج؟ لا. شكرا. سبست او نوت سبست؟ يا ترى يا سي سبست. شكرا، معرفش الاجابات ما نزلتش ليه، ما علينا. نيجاتيف 1، ايه علاقتك بالان؟ يا ترى بلونج نوت بلونج؟ واحده واحده، ما تتسرعش يا مستر. الناتشرال اللي هي 0 1 2 اند سو اون، الراجل ده بيقول لك نيجاتيف، يبقى يا ترى اجابتك هتبقى ايه؟ شكرا. يا
يبقى انا هنا كانت اجابتي الاولى نوت بيلونج، والاجابه الثانيه كانت سبست، الاجابه الثالثه نوت بيلونج. تعالى كده نشوف انذر اكزامبل. كتب لي ليتر زد، يبقى انا اقول لنفسي انتوا اليمنت ولا ست؟ شكرا. وطالما دي ست، ثانيه واحده عشان الجزء ده مش باين. شكرا كده باين. يا زد انت ست، دي بوزيتيف ودي الزد اللي هي اليونيفرسال بتاعتهم، الام بتاعتها. يا ترى هختار بيلونج ولا هختار نوت بيلونج؟ ولا هختار سبست ولا نوت سبست؟ استنى يا مستر، هنكنسل دول، وانتي سبست من دي، ادي دي الاجابه بتاعتي. ولما تيجي تختار تشوز، عشان انتوا ان شاء الله هتطلعوا بعد كده ثانوي، كل الامتحان بيبقى تشوز، فانا لازم افكر مش يلا حادي بادي كرومب زبادي. تعالوا كده نشوف برضو حاجه تانية لازم نطلع بيها من السنين اللي فاتت. راشنال نمبر، الراشنال نمبر دي كانت بتاعت السنه اللي فاتت، واللي احنا بنقول عليها كيو. فكرني كده يا مستر، اقول له لما يبقى الفورم بتاعي فراكشن بس عندي كونديشن، ايه هو؟ ان لازم الدينومينيتور دازنت ايكوال زيرو، بس كده. اه تاني، الراشنال اي نمبر اقدر اخليه في الفورم اي اوفر بي اون كونديشن، بس بشرط ان الدينومينيتور بتاعه دازنت ايكوال زيرو. طب تعالى فكرني كده، بص معايا اهو، اي نمبر كان رايت اقدر اكتبه على الفورم ده، اهم حاجه الدينومينيتور الراجل اللي هو اللي تحت ده الداون ما يكونش زيرو. تعالى كده نشوف مع بعض. الكلمه دي هتطلع معاك السنه دي، وكمان السنه الجايه، وكمان السنه اللي بعديها. ايه الكلمه دي؟ اديتيف ايدنتيتي. طب انا الراجل ده نسيت، نفكر بعضينا، مين الاديتيف ايدنتيتي؟ شكرا. طب عندي حاجه ثانيه، اه معلش هي محلوله معرفش ليه، المالتيبلكتيف نيوترال. استنى يا مستر، هو الايدنتيتي ده ممكن اكتب مكانه كلمه؟ اه نيوترال. طب وانا ده اخترته ليه؟ قال لي عشان انا لو جيت قلت يا 5 اعملت بلس a ايكوال 5. شكرا، عشان كده انت ايدنتيتي، انت ما بتعملش لا انكريز ولا ديكريز. نيجي بقى في المالتيبلكتيف، انا بنساه، فكر نفسك يا 5 اعملت تايمز a ايكوال 5، يبقى ال 1 هو الاديتيف المالتيبلكتيف نيوترال، هو المالتيبلكتيف ايدنتيتي. بقى الجملتين دول انا واخدهم في جريد 6 وكررناهم في جريد 1 وهتكررهم بريد 2 وكمان بريد 3 وكمان في سكندري. تعالوا نشوف حاجه جديده. تعالوا كده نشوف اللي احنا قلناه. يا ترى ايه بقى كلمه اديتيف انفرس؟ انفرس انفرس حبيبي يعني انا لو كان بوزيتيف اخليه نيجاتيف، لو كان نيجاتيف اخليه بوزيتيف. طب انا بقول لك ال1، يا ترى مين الاديتيف انفرس بتاعه؟ شكرا. طب الاديتيف انفرس بتاع نيجاتيف 2؟ برافو عليكم. راح جاي قال لك طب الزيرو ليه؟ عشان انت نايذر نور، يبقى الراجل ده نيجاتيف 1، الراجل ده 2، الراجل ده اتسلف. تعالوا نشوف حاجه ثانيه بنفس الطريقة. لما يجي يقول لي مالتيبلكتيف انفرس، مالتيبلكتيف انفرس علمتها لك من زمان، اعمل ايه؟ سويتش، اعمل فليب، اب ينزل داون، داون يطلع اب. فلما اقول لك المالتيبلكتيف انفرس، سوري، فلما نيجي نقول مالتيبلكتيف انفرس انا بعمل فليب. هزر معاك في شوية حاجات، إن أنا لو جيت قلت لك 3 أوفر 2 وحطيت هنا نيجاتيف، يا ترى المالتيبلكتيف انفرس يبقى إيه؟ حاضر، مالتيبلكتيف انفرس يبقى هنعمل إيه؟ فليب، يا 2 تطلعي أب،
و 3 انزلي داون. ايه يا مستر 2 اوفر 3 كوريكت ولا رونج؟ دي ترو ولا فولس؟ ها؟ صح ولا غلط؟ غلط. طب ليه غلط؟ عشان شايف ايه؟ الله ينور عليك. يبقى لما العب مع منطقة الانفرس ماليش دعوة بالساين، ما بغيرش الساين. طب نقول تاني بقى، بص كده المالتيبلكتيف انفرس بتاع الزيرو، هتقول لي اعمل ايه؟ فليب الزيرو ده، اي نمبر اي انتجر هو فوق ال1، يبقى انا لو عملت له فليب هيبقى ايه؟ 1 اوفر. هل الراجل ده يتحط في عيله الراشنال؟ عشان كده يقول لك الزيرو هاز نو مالتيبلكتيف انفرس. انا بحاول اعمل لك ريفيجن مهمه عشان هتقابلك قدام. تعالوا كده مع بعض بقى نشوف حاجات انا بالنسبه لي هتبتدي تفوقك شويه لما الاقي الفورم ده. انت اسمك ايه؟ سكوير روت. مقرر عليك في بريب 2 وبريب 3 البوزيتيف. يعني يا مستر النيجاتيف ده ما ينفعش؟ لا، ريفيوزد. الكلام ده هنستخدمه في اكتر من حاجه السنه دي. ايوه، وانا بشتغل ايكويشن كمان مره. سكوير روت لازم اللي جوه اندر السكوير روت يبقى بوزيتيف، لو كان حاجه نيجاتيف ريفيوزد. معلومه عشان هنطبق واحنا بنعمل سولفنج ايكويشن. طب يا مستر لو قلنا زيرو، ها؟ طب افرض انا نسيت. لو انت اشتغلت بالكالكوليتر وكان هنا مثلا نيجاتيف 4 هتلاقيه يقول لك ماث ايرور، يبقى خطا رياضي. لو انا حطيت الزيرو هتلاقيه يديني زيرو. طب تعالوا كده بقى مع بعض ندخل ونشوف مع بعض. يا ترى انا هسيبك الاول تفكر في الحاجات اللي انا عاملها. اللي قدامك ده على كل حاجه انا قلتها لك، يعني البوزيتيف لو عملت لها يونيون الزيرو. يا مستر انا نسيت يعني ايه يونيون الليتر ده. الليتر ده معناه انا بعمل ايه؟ انا بزود الزيرو على البوزيتيف. هو اصلا الزيت بوزيتيف دي اللي هي ايه؟ حلو قوي. 1 و2 لو عملت لك اد زيرو زودت عليك زيرو. الله عليك، فانت بتدور وتختار. فانا ده اللي اقصده، انا عايزك تتعود انك تفهم، عايزك تتعود انك تفكر عشان ما تلجاش لحدبادك ومزاجاتي. يبقى البوزيتيف انتجر لو عملت له يونيون زيرو، لو زودت عليه الزيرو بقت حاجه جديده اللي هي الناتشورال بتاعتي. طيب حد فاكر العصايتين دول؟ ابسوليوت. الله ينور عليك. طب يا مستر لو اداني حاجه زي كده هعمل ايه؟ يوزنج كالكوليتر. سوري حبايبي، مقرر علينا السنه دي باذنك يا رب حاجه اسمها كيوبيك روت. كيوبيك روت يعني احنا قلنا من شويه الفورم ده اللي هو سكوير روت، دلوقتي هناخد الكيوب روت. كيوب واخدها في جريد 6 اللي هي كان 3، بس لما اقول روت يبقى انا هاخد الفورم ده اهو، ده كيوب روت. الراجل ده فرق ايه عن ده؟ قال لك الراجل ده البوزيتيف ينفع والنيجاتيف كمان ينفع. طيب تعالى بقى نشوف الافكار بتاعته. فانا بقول كلمه ريممبر الاول، خليك فاكر. يا ترى لو ده مش نمبر هعرف ادخله على الكالكوليتر؟ اقول له لا. فانا عندي اول رول، لو كان عندي سيمبل عندي لتر وله باور، لما يبقى سكوير باور انا هاخد الباور اللي جوه واعمل له ديفايد 2. هاخد الراجل ده تخرج ايه وال2 دي اعمل لها ديفايد 2. طب لو كان 4 اعمل لها ديفايد 2، كان 6 برضه ديفايد 2. ادي ده شغل الايه؟ السكوير روت. اخرج الايه وابتدي دي ال2 دي اللي هي الباور عملت لها ديفايد 2. طيب
تعالى كده نشوف اكس باور 4، تفتكر الانسر تبقى ايه؟ اكس 2. تخرج اكس وباور 2. حلو خالص. تعالوا نهزر تاني اهو، بعمل ديفايد للباور، ديفايد للباور. خد بالك بقى اللي جايه دي، ها هتخرج 4. طيب ما تيجي نستخدم الكالكوليتر ونشوف، عشان انا دي لسه قايلها بس انتوا نسيتوا سرحتوا. الله عليك يا دي يا كريم. ايرور يا مستر، اشمعنى؟ ما النيجاتيف ريفيوز. طب انا بنسى. ايه يا حبيبي؟ كيو عادي. ده لو جالك كيو. طيب. نعم حبيبي. حبيبي ما انت عندك السيمول اهو. بس وده موجود على الكالكوليتر؟ اه. هنطبق عليه برضه؟ ايوه. تعالى كده بقى نشوف. من شويه قلت لك ايه وظيفه اللي انت عمال تقوله ده؟ وظيفته حبيبي ان احنا هنبدا نقول سولوشن سيت، اللي هي اختصارها اس اس. بص هنا الايكويجن قايل لي ايه؟ اكس باور 2 ماينس 3 ايكوال 6. انت بدات تاخد ايكويجن من جريد 5، كبرنا في جريد 6 وخدنا الكلام ده وطبقناه كمان في بريب 1. انا مستر ناسي كل اللي خدته امبارح، فما بالك من سنين. عشان اعمل سولوشن سيت لايكويجن، تعالوا كده نشوف وافكرك. اول حاجه هنعمل ايه؟ انا معايا بعد الاكس بعد الليتر في هنا ماينس، انقله اوبوزيت سايد. الله ينور عليك، انقله الناحيه الثانيه. لو كان ده نيجاتيف يروح بوزيتيف، لو بوزيتيف يروح كمان مره. الايكويجن اهي، ما بلعبش مع الليتر، ما بلعبش مع الاكس، ببص لقيت بعديها ببص للساين، انت ايه؟ يبقى انا هعمل لك اوبوزيت ساين تبقى ايه؟ طب تعالى نشوف اهي، يبقى ال 3 راحت هناك بقت بلس ويكوال 9. يا مستر كلمه سولوشن ست يعني هات لي الفاليو بتاع اكس، دي اكس باور 2. استناه يا قمر. امتى اقول ديفايد يا كريم؟ لو كان هنا في نمبر، لكن لما تبقى اكس باور 2 وانا عاوزها اكس يدخل شغل السكوير روت. كمان مره، لما يبقى معايا ايكويشن اكس باور 2 عايزها اكس، يبقى لازم اقول له ايه؟ باي سكوير روت. طب انا مش عايز اكتبها، اعمل السيمبل بتاعها اللي هو ده بس. طب ده هعمله ازاي؟ على الكالكوليتور حبيبي. هتروح جاي على الكالكوليتور وتعمله. تعالى بقى نشوف الكلام دوت على الكالكوليتور هيبقى شكله ازاي. ادي الكالكوليتور بتاعي، بدور على السيمبل بتاع السكوير روت. ده اهو السيمبل بتاع السكوير روت، واروح جاي انا عندي 9، هروح كاتب ال 9، وكل اللي عليا ان انا هاجي اقول ايكوال، اداني 3. يا مستر انت كاتب هنا بوزيتيف اور نيجاتيف، هنا ده بقى بدايه شغلك. خد بالك معايا لو سمحت، لان ده الفرق بينك وبين اي حد تاني. بص معايا لو سمحت، من هنا ورايح لما اجي اخد سكوير روت تفتكر وتقول هاز تو سولوشن، عندي حلين بوزيتيف ونيجاتيف. يبقى انت لو رحت على طول استخدمت الكالكوليتر هيدي لك حل واحد، يونيك انسر، حل وحيد. ما ينفعش انت تبقى مجهز بوزيتيف اور نيجاتيف. خد بالك تاني من الكلام، مساله اكس باور 2 انا عاوزها اكس، باخد سكوير روت، ادي اكس. قبل انت ما تشتغل بالكالكوليتر تجهز انت بوزيتيف اور نيجاتيف. ليه؟ عشان انا عندي حلين. ليه؟ علشان يا مستر لو انا قلت نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 3 يدي 9، ولو قلت 3 مالتبلاي 3 برضه 9، يبقى ال 9 عندها تو سولوشن، واحد نيجاتيف والثاني بوزيتيف. ده بدايه شغلنا، هنعمل ستوب وهكتب لك دلوقتي ايكويجن وانت تبدا تحل. هنتدرب مع بعض دلوقتي ازاي سولوشن ست لايكويجن. دي مش اي ايكويجن، دي سكند ديجري، هتفضل مكمله معاك في كل السنين اللي جايه.
فانت لما تيجي تبتدي ما بتلعبش مع الاكس، بتلعب مع النمبر اللي بينه وبين الاكس ساين. بلعب مع اللي بعد الاكس او بينه وبين الاكس ساين. فانا معايا 1 معاه ايه؟ يبقى هيروح، بس لو سمحت في خطوه جديده يبقى دي ايكوال. الناين في بيتها لازقه في الايكوال، وال1 رايح ماينس. وهنا انا مش هلعب معاكي دلوقتي، لازم ستيبس، لازم ارجع تاني. الايكوال يبقوا رايت داون تحت بعض، 9 ماينس 1 ادي 8، وادي دي لسه زي ما هي. نقول تاني؟ متاكد؟ لما اقول لك البرايز بتاع 2 بنز ب 8 وانا عايز ايتش اوف ذيم الواحد، هعمل ايه؟ انا بقول يبقى انا يا اكس انت معاكي 2 هعمل ديفايد 2، يا اكس لو كان معاكي 3 معاها 5 معاها فراكشن ديفايد الفراكشن. ما تتخضش، يبقى انا هاجي هنا اقول ديفايد 2 وهنا ديفايد 2، لازم اعمل ستيبس. ايوه كده هتديني اكس باور 2 وهنا 4. هل السولوشن سيت هو اكس باور 2؟ اقول له لا، السولوشن سيت انا عايز الاكس، والاكس باور 2 عشان تبقى اكس ايه الجديد؟ الله عليك يا حبيبي. وقبل ما اروح على الكالكوليتور انا هقول له ايه؟ ها ايه الجديد؟ تو سولوشن. اتعود على الكلام. كمان مره اكس باور 2 هتبقى عشان هناخد سكوير روت. اتعود على الكلام. تاني اكس باور 2 هتبقى، فاحنا لازم ناخد سكوير روت. قبل ما اروح على الكالكوليتور هقول عندي تو سولوشن واقول كده بوزيتيف اور نيجاتيف، وبعدين اروح على الكالكوليتور هتديني 2. كل اللي عليك في الاخر ان انت هتقول له ده الاس اس، وادي الكيرلي بريسز، وادي بوزيتيف اور نيجاتيف 2. هو ده الستبس بتاع السولوشن سيت. حد عنده سؤال؟ حاضر. نحل انذر اكزامبل. الراجل الجميل ده بيقول لي سولوشن سيت ما تتخضش لو لقيت فراكشن. ليه؟ اصل انا ما ببداش بالهاف، ما ببداش بالنمبر اللي مع الاكس. انا بسال يا اكس، اكس باور 1 باور 2 باور 3 بعد منك في ساين بوزيتيف او نيجاتيف ولا؟ ده اول سؤال. فانا لقيت بعد الاكس فيه اهو، يبقى الراجل ده اعمل له اوبوزيت ساين. في ناس بتعمل اديتيف انفرس كوريكت تنفع. يبقى انا مش هلعب مع دي اهي، هعمل لها دروب. والايكوال في بيتها والفايف في بيتها وجايه لها دي بلس. ادي اول حاجه. برضه لسه مش هلعب مع دي وعملت الدور بلس. هي الستبس مهمه؟ ايوه حبيبي مهمه. احنا اتفقنا اي حاجه مع الاكس اعمل ديفايد، فانا اقول ديفايد هاف وابتدي اشغل الكالكوليتر. هعمل 8 ديفايد هاف وهنا ديفايد هاف، فده يديني اكس باور 2. هستخدم الكالكوليتر هتلاقيه يديني 16. انا سولوشن سيت انا مش عايز باور 2، انا عاوز اكس، يبقى انا بعمل سكوير روت لل 16. الكالكوليتر هتغلطك عشان هتدي لك 1 سولوشن، لكن انت تفتكر طول ما انت اكس باور 2 قبل ما اروح لدي اجهز انا تو سولوشن بوزيتيف اور نيجاتيف، وبعدين اعمل سكوير روت لل 16 بقت 4. برضه انا ما خلصتش. ليه؟ علشان لما اقول لك اس اس انت لازم تختم وتقول له السولوشن سيت ايكوال، وادي الكيرلي بتوعي حابب تفكهم صح، حابب تكتبهم هما الاثنين برضو كوريكت. فعلا نشوف انذر اكزامبل. حبايبي تعالوا كده نتدرب على السيمبل ده. اول ما الاقي الاندكس بتاعه 3 انت كيوبيك روت، كيوبيك روت. طيب لو انت خدت بالك قال لك هنا انا مدي لك النمبر عايز الكيوبيك روت بتاعته، هنا انا مدي لك الكيوبيك روت عايز هو ايه النمبر، يعني الحاجة والانفرس بتاعها، الحاجة وعكسها. امشي معاك واحدة واحدة. هنا ده النمبر كام؟ 8. انا عايز ايه؟ كيوبيك
يعني انا هنا معناها ان انا هاجي اعمل كيوبيك 8 على الكالكوليتر بس كده. كمان مره هو كاتب لي النمبر 8 بس انا عايزه كيوبيك، يبقى انا هدخل على الكالكوليتر واعمل كيوبيك لل 8. تعالى بقى نشوف الكالكوليتر هيجيبه لي ازاي. فاحنا هنبتدي دلوقتي يوزنج كالكوليتر ازاي نكتب الكيوبيك روت. ادي قالتك اهي معاك، الكيوبيك روت مكتوب فوق بالاحمر. أيوة. كلمة فوق يعني العالي، فالعالي بنروح رايحين على مفتاح مين الاول؟ شيفت. ادي شيفت، واروح نازل على المفتاح بتاع السكوير كده، كتب لي الكيوبيك اهي قدامك. كل اللي عليك انك هتاخد الايت. ادي الايت، بعد كده بروح اقول له ايكوال، بيديني الانسر لقيتها كام؟ 2. شكرا. اكتب لي بقى في الفراغ ده 2. يبقى انا هنا انا مش هكتب دي، زي ما انت قلت هعمل فيل، هملى بقى الاجابات، يبقى انت بقيتي 2. تعالى بقى نلعب تاني، معلش الليلان بتهزر. مش مهم، يلا وريني ازاي تجيب حاجه من الحاجتين دول بسرعه، وهستنى الاجابات. يبقى انا بنفس الطريقه دي هقول كيوبيك روت ل 1 تو 5، كيوبيك روت للنيجاتيف، في نيجاتيف اكتب النيجاتيف. انا ما بقولكش احفظ، انت بتستخدم الكالكوليتر. طب يا مستر لو حاجه زي كده مكسب صعبه ولا نعرف نحلها؟ طب احلها ازاي؟ بص معايا برضو، بص معايا برضو، ادي الكالكوليتر. الكالكوليتر عشان اعمل ميكسد عندي حاجة اسمها شيفت، وعندي تحت الفراكشن. شفت ايدي فين؟ اهو، راح كاتب لي الميكسد. هدخل جوه اكتب الهول 3، واروح طالع فوق اهي، دوس اطلع فوق، خش يمين وبعدين اكسر شمال. بس ثواني بس يعني اهي، شكرا. هنروح كاتبين كمان 3، ننزل داون هنروح كاتبين 8 كده. انا كتبت اهي كل اللي عليك، ادي ده الفراكشن. بس يا مستر انا عايز كيوبيك روت، يبقى انا كان المفروض انا الاول هقول طالما كده ومش عايز اغلط، يبقى ادي ايكوال، بقت دي عندي انسر اهي. ارجع بقى هكتب شيفت، وادي كيوبيك روت، وعشان ما عيدش الكتابه ادي الانسر كده كانه كتب. اجي اقول له ايكوال، هتروح جاي مديني الاجابه بتاعتي. كمان مره كل اللي عليا. حاضر حبيبي، هعيدها تاني. ابدا بشيفت، وادي علامه الكيوبيك روت، هدخل جواها واقول شيفت تاني، وبعدين فراكشن واكتب جواها، ادي 3، وبعدين اتحرك طلعت فوق كتبت 3، نزلت تحت كتبت 8، اخرج منها وادي ايكوال. حابب تعملها في خطوه واحده برضو ما فيهاش مشكله ان شاء الله، وتدي لك نفس الانسر. طيب يبقى ادي كده احنا اشتغلنا، سواء كان نيجاتيف كان بوزيتيف كان ميكسد نمبر كان ديسيمال نمبر ايا ما يكون. ركز بقى معايا، طب يا مستر لو انا مدي لك الانسر تعرف تجيب النمبر؟ اقول له اه طبعا. خد بالك بقى معايا لو سمحت، الراجل ده لما يدي لك النمبر زي النيجاتيف 10، يبقى انت هتيجي هنا علشان ده يرجع يبقى نمبر، انا بعمل له ملتبلاي اتسلف 3 تايمز. يا مستر هو انا لسه هكتب نيجاتيف 10 تايم نيجاتيف 10 تايم نيجاتيف 10؟ لا، امال هتعمل ايه؟ هتروح واخد الراجل ده نيجاتيف 10 وتروح رايح على السيمبل بتاع الباور اهو، اول ما هتكتبه هتبص معايا، ادي نيجاتيف، بص النيجاتيف فين؟ اهي دي نيجاتيف، وادي 10، احرك نفسي
اروح طالع على ده، شايف المفتاح اللي انا واقف عنده؟ اول ما ادوس عليه ده عشان اكتب اي باور ما تكونش 2 اهو، اروح كاتب 3. يبقى علشان النمبر ده يرجع لاصله الاوريجينال اعمله تو ذا باور 3. طب بعملها ازاي؟ شيفت مع اكس الباور اعمل ايكوال، ايوه هعمل ايكوال، هتديني الانسر نيجاتيف 1000. يبقى الراجل ده يطلع اب نيجاتيف 1000. نقول تاني، لو انا مديلك الكيوبيك عايز ارجعه لاصله بشتغل بالباور 3 كاني بعمل له مالتبلاي 3 تايمز. تعال نشوف حاجه جديده، تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي يبقى عندي نمبر ودينا احنا قلناها. لو عايز الكيوب بتاعته بعمل له مالتبلاي اتسلف 3 تايمز او اعمله الباور 3. تعالوا بقى نشوف كده شويه حاجات. لو معايا كيوبيك روت، انت لسه في اول حاجه بداناها، قلنا لو انا معايا سكوير روت، لو انا معايا كده كتير والله، معلش انا اسف. بص معايا، احنا قلنا لو كان سكوير روت مفيش حاجه فوق منه، وهنا مثلا اكس اي باور، اتفقنا بناخد الباور ديفايد 2. طب لما يبقى كيوب، ها الله ينور عليك، ديفايد 3 كمان مره. حاول ان انت تربط ما بينهم، يبقى سكوير روت وده سيمبل لباور، اخد الباور ديفايد 2. لما يبقى كيوبيك روت يبقى اكيد هاخد الباور ديفايد 3. طب تعال نشوف حاجه ثانيه. الراجل الجميل ده احنا لسه قايلين مديني نمبر، كالكوليتور يا مستر مش هضيع وقت، كان فراكشن، كالكوليتور يا مستر برضه ما ضيعش وقت، نيجاتيف شغال، بوزيتيف شغال، فراكشن شغال، ميكسد، اي حاجه هستخدم الكالكوليتور ومش هضيع وقت فيها، ديسيمال برضه شغال. تعالوا بقى مع بعض هنشوف حاجه بسيطه ونكتفي بهذا القدر. زي ما اتدربت معايا لما كانت الاكس باور 2 وعملت سولوشن ست، انت مقرر عليك سولوشن ست، يعني احل ايكويجن بس الباور 3. الستبس هي ما بتتغيرش. يعني ايه؟ قبل ما اشتغل دي خد بالك معايا، يعني لو معايا اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 7، فاكر انا قلت ايه؟ قلت ما العبش مع الاكس، في بعد ايكوال زي ما هو، في بعدها ايه؟ نيجاتيف، يبقى يعمل ايه؟ الله، يبقى دي الايكوال والراجل ده رايح هنا 7 بلس 1 ب 8. بص بقى هنا، هل الاكس معاها نمبر؟ لا، يبقى مش هعمل ديفايد. تعالى بقى نقول يا اكس باور 3 علشان تبقى اكس هل ينفع اخد سكوير روت؟ لا. شكرا، يبقى هو ده الجديد بتاعك. كمان مره، يبقى استخدامي للكيوبيك روت علشان لما تطلب مني سولف تطلب مني اس اس ويبقى الميسنج ليتر بتاعك باور 3 تاخد كيوبيك روت. خد بالك بقى، كان السكوير روت بيديني تو سولوشن، واحد بوزيتيف ونيجاتيف، الكيوبيك لا هو واحد، لو كان بوزيتيف هيفضل بوزيتيف، لو نيجاتيف هينزل نيجاتيف، فساعتها الاكس بتاعتك تبقى 2. ده كده سولف. طب ليه ما قلتش اس اس؟ انت ما طلبتش. طيب يبقى دي كده لو كان في حاجه بعمل لها اوبزيت سايد. تعالوا نشوف مع بعض. يبقى انا ادي اكس باور 3، انا ما معيش بعدها لا بلس ولا ماينس، فمش هعمل اوبزيت ساين. ما عنديش هنا نمبر، مش هعمل ديفايد، يبقى على طول باي كيوبيك روت. كيوبيك روت يبقى ما عنديش غير 1 سولوشن، هدخل ال 8 تطلع لي الاكس وتخلص. ها يا ترى دي هنعرف نحلها؟ طب انا هسيبك انت وارجع لك بعد شويه.
تعالوا نأكد مع بعض الستيبس بتاعت السولوشن سيت ليكويجن. يا مستر انا هعمل ايه للناين؟ ها مالك؟ شكرا. اوبزيت ساين لما اجي اوديها ابدا بيها ولا هتروح بعد الايت؟ شكرا. يبقى دي اول حاجه بعملها ان الايت في بيتها والناين رايحه. شايف الحته دي؟ واخد بالك يا عرب؟ بعد اذنك اعملها بالكالكوليتر عشان ما تغلطش. بلاش فزلكه، مش هقول طبعا لمين. بعد كده اكس بار 3 معهاش نمبر، يبقى مش هعمل ديفايد. اكس بار 3 عايزها اكس يا برنس، اكس بار 3 عايزها اكس، مش اكس بار 3 تفضل اكس بار 3. اوكي طبعا. يبقى انا هاخد كيوبيك روت اهو طالع لك اهو، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1. لما يقول لي اس اس لازم اكمل بالكيرلي بريسز. المسألة جميلة، كل اللي عليك بس ان انت امشي واحدة واحدة. اكس باور 3 عشان تبقى اكس لازم اخد كيوبيك روت، والاكس باور 3 تتحول تبقى اكس. طيب على السريع كده